السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. والنهاردة إن شاء الله هنقدم لك محاضرة بعنوان فن الإخراج المسرحي، يقدمها لكم المخرج المسرحي كريم الشاوري. إن شاء الله النهاردة في محاضرتنا المبسطة عن فن الإخراج المسرحي هنبدأ بالمخرج المسرحي اللي اتكلم عنه أليكسي بوبوف، وكان بيقول إن المخرج المسرحي هو الساحر الخفي عن عيون المتفرج الذي يملك كل خيوط اللعبة بين إيديه، يعني هو باختصار الذي يعطي للعمل أو للعرض المسرحي بالأخص الجوهر والطابع والمضمون والمعنى مع الممثل والمؤلف. الإخراج المسرحي، كلمة مخرج مسرحي يعني من ناحية الظهور أو من ناحية التاريخية هي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. كلمة المخرج بشكل عام ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وطبعا المخرج هو اللي بيتولى أعباء كل العمل المسرحي من الألف إلى الياء. فكلمة المخرج المسرحي قبل عام 1850 ما كانتش معروفة بالمفهوم الحالي، وكانت عند الإغريق هي عبارة عن كلمة دايدا ساكالوس. دايدا ساكالوس معناها المعلم الموكل بتوصيل المعلومات إلى الممثلين والراقصين والكورال. هذا هو عند الإغريق. من أشهر مخرجي ظهور ما قبل فن الإخراج سوفوكليس ومسرحه أبولو، وشكسبير ومسرحه الجلوب، ومولير ومسرحه القصر الملكي، وجوتا ومسرحه فايمر، وغيرهم من الفنانين المعروفين. وبعد بداية فترة المخرج المؤلف أو المؤلف المخرج بفترة كبيرة من الزمن، تم تطوير المخرج على يد جورج الثاني من سنة 1826 إلى سنة 1914 بالقرب من فايمر حاليا في دوقية ساكس فينينجن. بعد ذلك بدأ يلف بالمجموعة المسرحية اللي كونها في هذه المقاطعة. ومن أهم إنجازات جورج الثاني هي إلغاء النجم المتفرد. بدأ العمل المسرحي لا يعتمد اعتماد كلي على البطل الواحد، وألهمت أفكار جورج الثاني أندريا أنطوان في فرنسا وستان سلافسكي في روسيا على تطوير الإخراج المسرحي وتطوير العملية الإبداعية المسرحية. وبعد كده بدأت تتطور العملية المسرحية ويتطور الإخراج المسرحي وتطورت المسارح، وظهر مجموعة من المسارح الحرة زي مسرح إبسن ومسرح جوجول ومسرح ستريندبرج ومسرح هاويتمان. هؤلاء مجموعة من المخرجين والمسارح اللي تكونت بأسمائهم بعد تطور عملية الإخراج المسرحي. ومن هنا ممكن نحدد الفترة التاريخية اللي تغير فيها مفهوم المخرج المسرحي، وهي مرت بمرحلتين. المرحلة الأولى هي المرحلة عند العرب، وكنا بنقول عليها فن خيال الظل، ودي كانت ما بين الفترة ما بين القرن السابع الهجري إلى القرن الرابع عشر الهجري. أما الفترة الثانية فهي كانت في أواخر الربع الأخير من القرن التاسع عشر، حيث قامت ثورة على مفهوم عملية المخرج المسرحي أو عملية الإخراج المسرحي بشكل عام، فتغير المفهوم من مجريات ومتغيرات على يد الفرنسي أنطوان. فأرخ الفرنسيون لمهنة الإخراج المسرحي في 30 مارس سنة 1886 في بداية المسرح الحر لأنطوان، ومن هنا تغير مفهوم المخرج المسرحي، حيث قام العرض المسرحي على مجموعة من الدلالات والأسس التي ما وراء
المعنى والكلمة والفعل، حيث انه ما يبقاش المعنى المباشر اللي بيتكلم عنه النص، لا ده فيه كمان دلالات وأبعاد ومفهوم آخر لفكرة العرض المسرحي. وعبر أنطوان عن الإخراج المسرحي أن له اتجاهان. الاتجاه الأول بيعتمد على التشكيل أو المناظر التشكيلية من مناظر وديكور وملابس وإضاءة، ثم الاتجاه الثاني وهو الذي يبحث عن الأعماق الدفينة في النص المسرحي، يعني اكتشاف بواطن ومفهوم العرض المسرحي. العرض المسرحي ده هدفه ايه؟ بيقدم ايه؟ ايه اللي ممكن يطرحه المخرج من خلال رؤيته او من خلال العملية الإخراجية اللي بيقدمها، فبالتالي يوصل للجمهور، يبقى في عملية تواصل ما بينه وما بين الجمهور سواء بشكل مباشر او بشكل فيه تفكير وفيه ابداع. وكمان من هنا يجي دور المخرج المسرحي. في بعض الناس بتقول ان المخرج المسرحي بيجي دوره في الدرجة الثانية بعد المؤلف او بعد وجود النص المسرحي المؤلف، سواء كان هو الدور الثاني او الدور الاول، او كان هو العنصر الاساسي في عملية الابداع المسرحي خاصة عملية العرض المسرحي، لكن ليه دور مهم جدا في اولا اختيار النص والتعامل مع الممثلين واختيار عناصر الكاست المسرحي كامل او العرض المسرحي كامل، والتعاون اذا وجد الكاتب، يعني يتعامل مع الكاتب بشكل مباشر في تعديلات او تغييرات او وضع مفاهيم ورؤى خاصة بالعمل المسرحي. وفي النطاق الاخير بيبقى العمل مع رسام او الديكوريست او مهندس الديكور والملابس والبامفلت والرؤية الكاملة اللي بيتم من خلالها وضع العرض المسرحي في قالب او في شكل نهائي، فبتم بذلك العملية المسرحية. فالمخرج المسرحي دوره مهم جدا في العرض المسرحي. وليه بقول العرض المسرحي وما بقولش النص المسرحي؟ لان العرض المسرحي يمتلك المخرج وجميع عناصر العمل، اما النص المسرحي هو النص الادبي الذي يمتلكه المؤلف. يعني المؤلف هو اللي بيمسك النص الورق اللي احنا بنقراه، سواء كان كتاب او كان مخطوطة مسرحية او كان شوية افكار بيكتبها مؤلف وهكذا، ده نص ادبي لسه ما وصلش لواقع العرض المسرحي. المخرج المسرحي دوره ان هو بيجمع الخيوط المسرحية كلها من خلال المؤلف، يبدأ بالمؤلف، الممثلين، الموسيقى، الأشعار، الديكور، الإضاءة، الملابس، الإكسسوارات، الاستعراضيين، وهكذا. يعني هو اللي بيمسك خيوط اللعبة، هو اللي بيطلع في النهاية العرض المسرحي. وما نقدرش نحكم على العرض المسرحي إنه عرض مسرحي إلا بالشرط الأخير وهو وجود الجمهور. يعني عشان يقدم المخرج المسرحي عمله المسرحي اللي بيعتمد على كل هذه المجموعات المكونة من العناصر المسرحية، لابد ان المخرج المسرحي في النهاية يقدم عرض. فبالتالي عشان يقدم عرض مسرحي ليه هدف وليه رؤية وليه مضمون وبيتكلم في واقع ما في المسرحية او بيتكلم عن نمط ما في المسرحية او مجتمع ما في المسرحية، لابد انه يشوفه جمهور. فعشان الإخراج المسرحي يعني ليه عدة مدارس، المدرسة الواقعية والمدرسة الطبيعية والمدرسة الكلاسيكية والمدرسة الرومانسية والعديد من المدارس. طبعا الموضوع يحتاج لشرح أكبر ويحتاج لتفاصيل أكبر، ولكن في النهاية إن احنا نقدر نلخص موضوع الإخراج المسرحي أو المخرج المسرحي في عناصر بسيطة، وهي أن لابد كل مخرج أن يكون له رؤية تتوافق مع المؤلف توافق كامل او تتوافق مع توافق جزئي، او ليه رؤية مغايرة او هيكثف موضوع او يشتغل على هدف ما في المسرحية. انا ممكن امسك مسرحية واجراها تبقى المؤلف مثلا مركز على العوامل الاجتماعية والطبقات و انا ممكن امسك المسرحية واركز على مثلا شخصية ما مهمشة، فانا مثلا كده في المسرحية بتكلم عن المهمشين، اوصل الواقع ان مثلا الشخصيات المهمشة دي لها دور في حياتنا نقدر ان احنا نعتمد عليها، نقدر ان احنا نتواصل معاها، ما نخليش نفس سلبية وهكذا. فكل مخرج بيبقى له رؤية وان هو ليه هدف من العمل المسرحي. لازم اي مخرج بيمسك نص مسرحي فبيسأل نفسه، انا
هعمل المسرحية دي ليه، وهعملها لمين، وهعملها ازاي، وهعملها فين. فبيسأل العناصر الأسئلة دي أول ما بيبدأ المخرج يفكر فيها، أو بيبدأ إن هو يدخل إلى العوالم بتاعت الأسئلة دي، فبيحط هو إجابات، هذا بيكون الرؤية المسرحية اللي يقدر من خلالها يطلع عرض مسرحي إلى حد ما متوازن ومتزن مع نسقه ورؤيته وثقافته وتطلعاته وقراءته للواقع وقراءته الثقافية والتاريخية والمسرحية وهكذا. أتمنى تكون المحاضرة بسيطة ومفهومها وصل للجميع، وإن شاء الله تعالى أنا مستعد إن أنا أجاوب على أسئلتكم في أي حاجة أنتوا حابينها في الإقراء المسرحي أو التمثيل أو المسرح بشكل عام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.